كيف يمكن أن تقوم الجامعة بهذا الدور؟ وماذا تتوقع الجامعة من المجتمع؟ أهم ما تتوقع الجامعة من المجتمع هو الحفاظ على استقلالية الجامعة. وماذا نعني باستقلالية الجامعة؟ هل جامعاتنا مستقلة؟ سواء كانت حكومية أو خاصة؟ الاستقلالية تعني لا يمكن أن تكون مستقلا إداريا أو أكاديميا إذا لم تكن مستقلا ماليا. ولا في جامعة من جامعاتنا الحكومية خلينا أحكي مستقلة ماليا. لذلك ما تقوم به الجامعات أو دورها في خدمة المجتمع يتأثر بما بدور المانح المزود للجامعة بالأموال. وهنا تكمن المشكلة. هل نحن بحاجة إلى إعادة صياغة هذه العلاقة؟ طبعا الحكومة أو الدولة الحقيقة هي عبارة عن أيضا مجتمع داخل المجتمع. إحنا خلينا نقول لو فرضنا أنه الكون كله هو اليونيفرس، فالمجتمعات هي سبست منها، مجموعات جزئية منها. وطبعا هذا المجتمع الأردني يختلف عن المجتمع الباكستاني. لذلك المجتمع الأردني متطلباته التعليمية يجب أن تختلف عن المجتمع متطلباته التعليمية في المجتمع الباكستاني. وهنا نأتي لنقول هل الجامعات الأردنية كمجتمعات مصغرة؟ حكى هلا قبل شوي الدكتور إبراهيم بدران عن أن 27 جامعة. هل أستطيع أنا أن أتكلم عن مجتمع واحد ولا 27 مجتمع مصغر من المجتمع الأردني؟ طبعا إذا تكلمنا عن نفسه هو حكى مجتمع نفسه لأنه نسخ في المواد التعليمية في النظام التعليمي، ولم يتكلم عن نفسه في المكونات البشرية ولا في الخطط المستقبلية، وإنما بتكلم عن أن المادة التعليمية أو النظام التعليمي المتبع في هذه الجامعات هو نفسه. الآن هذه الجامعات إذا أردنا أن تكون تقدم ما يطلب منها من نحو المجتمع، هل تقدمه بشكل المطلوب؟ أولا أنا أقول أن الجامعات ليست مستقلة، فهي عاجزة عن تقديم ما يتطلب ما يطلبه المجتمع منها. لكن هناك متطلبات المجتمع تزيد عن حدها. أنا بقول لكم أيام ما كنا ندرس في الجامعة الأردنية الشعبي كانت لا تزيد عن 30 طالب 40 طالب ماكسيمم. والتعليم الحقيقة كان يتخرجوا من عندنا اللي هم قسم الكمبيوتر. كان المجتمع اللي يجي خليني أخرجيكم شوف فرقية مكان الشخص. الكون يجي صاحب الشركة يجي علينا في الجامعة ويقول والله أنا يا أخي خريجينكم ما بيعرفوا يطبعوا، إحنا بنخرج كمبيوتر ساينس. فدور هل نحن في الجامعة، هل تعلم الجامعة من أجل القيام بعملية الطباعة أو عملية السكرتيرية؟ هذا الشخص نفسه عندما يأتي إلى الجامعة هو طبعا ممكن يلبس طبيتين، ممكن يشتغل في الجامعة بعد ما يخلص في الجامعة يروح للمجتمع للعمل الشركات، تصير متطلباته مختلفة، إنه بدوش يقوم بواجبه. على الجامعة أن تعد الطالب إعدادا جيدا للعمل والحياة في نفس الوقت، ولكن على المجتمع أن يساعد الجامعة في القيام بواجبها. يعني يمكن للشركات والمؤسسات أن تعمل برامج تدريبية مكملة. أنت عندما تمنح الطالب شهادة بكالوريوس في الكمبيوتر ساينس على الأقل اللي أنا بعرفه، أنت لا تدربه على عمل شركات بشكل مبتدئ، أنت بتعلمه على طريقة العمل في الحياة، critical thinking, the way of thinking. يعني كثير من الناس اللي عم بدرسوا بتخرجوا من عندنا بروح يشتغلوا في المؤسسات بيقولوا إحنا ما استفدناش استفادة مباشرة من اللي علمتونا إياه في الجامعة، إحنا اللي اشتغلنا اللي تعلمناه في الشركات. بس هو ما بدري إنه طريقة التفكير اللي أخذها في الجامعة هي اللي خلته يبدع في حياته العملية. فنستطيع القول بأن أي جامعة تعتمد نظاما تعليميا
لا يحقق احتياجات وتطلعات وطموح المجتمع معرضة للفشل في أداء مهامها. وأعتقد أن هذا ينطبق على كثير من جامعاتنا. وبالإضافة إلى ذلك، الأنظمة التعليمية التي تتبناها الجامعات يجب أن تحقق احتياجات الفرد واحتياجات المجتمع في نفس الوقت، وأيضا نحافظ على مسافة متساوية مع الأنظمة الأخرى في المجتمع. يعني ما بديش أظلم شيء على حساب شيء آخر. سؤال يمكن أن يطرح، هل الجامعات مرغمة على التغيير؟ لأن الشعوب ومتطلباتها، أنا لا أقول أن الشعوب متغيرة، متطلبات واحتياجات الشعوب متغيرة. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الجامعات مرغمة على التغيير؟ طبعا. إذا لم تعمل التغيير لتواكب التطور متطلبات المجتمع، فأيضا هي جامعة لا تحقق أهداف. سؤال آخر يمكن أن يطرح، هل تقوم الجامعات بتحضير خريجها للعمل أم للحياة؟ سؤال أنا بحكي بشكل عام ثيوريتيكالي، المفروض الاثنين للعمل والحياة، بس هل تقوم جامعاتنا بذلك؟ سؤال بتركوا لكم أن تجاوبوا عليه. طيب، إذا جاء أحد الدكتور عصام، يعني اشتغل في مؤسسات أكاديمية كبرى، وقال له كلف بأن يقيم النظام التعليمي المتبع في جامعة، يجب أول شيء يعمل الدكتور فهم علاقة مدى علاقة هذا النظام التعليمي بالمؤسسات الأساسية في المجتمع. وبالأخص هناك أيضا مجتمع مسخر في المجتمع الأردني مثلا، وهي العائلة. شو حققت الجامعة لهذا الفرد اللي بدرس فيها بحيث إنه يخلق يكون عضوا فاعلا في عائلته؟ في المسجد إحنا يوم بندرس بندرسه مثلا، شو بكون الدور هذا الشخص اللي إحنا عم ندرسه في الجامعة بدرس شريعة، وروح شوفوا شو بخطب يوم الجمعة، اسمعني شو بيعجب. هل تقوم الجامعة بإعداد هذا الشخص اللي هو أجى من مجتمع الجامعة وراح لمجتمع آخر مستمعين له، وما مدى تأثيره في الدولة، في الاقتصاد، في المشاريع الاقتصادية، شو دوره؟ سؤال أخير، أجوز أطلت عليكم، هل النظام التعليمي يقود التغيرات الاجتماعية أم التغيرات الاجتماعية تقود النظام التعليمي؟ برضو هذا السؤال بحاله، طبعا هناك فتيات ويمكن أن يجاب عليه بطريقتين. الطريقة الأولى، التعليم هو من مسببات التغير الاجتماعي في المجتمع. في قول آخر يقول لا، التعليم يتبع التغيرات الاجتماعية الأخرى لا أن يكون مسببا لها. طبعا هناك فلسفتين، أين نحن هنا نظامنا التعليمي من هذه الأسئلة؟ أترك الإجابة.